حاولت اشوف الفيديو حقك فاستفدت من الشغلات وفي شغلات انا احس نفسي احسن. طيب مكري هذه اللي يطلع فيها احمر تقصد؟ خليه يعطيني كتف يعني. Ashna weakas. تنقز منه بعيد، في حين انك انت تقدر تنقز فوقه وتدمجه. اي بس تقدر تدمجه، يعني انت بتزود الباري وبهذا وبتدمجه في نفس الوقت.
ما راح يقدر ينقز يضربك. انت اصلا نقزت منها، فعندك خيار يا انك تنقز منها تدخل منه بعيد، او انك فوقه وتدمجه. شخطة واحدة اقدر استفيد اني ادمجه، اذا اعطى شخطتين باكل زق، ما اقدر اصلا هذه اوخر عنها. بس كنت اتابع الفيديو حقك، انت جبت العيد في البداية في الراوند الاول والثاني، بعدها عرقت كن اضبط نفس ازيك ال ايه لا شكلها
ما شاء الله في الفيديو حقك يمكن ما غلطت فيها ولا مرة انت. Let's see what happens.
البداية يعني قصدك؟ اي ما يمديني اصحي نفسي. انا بدخل بحسابي. طيب الثاني اسمع، انا اتوقع في شغلة من حقات اليد مسبل عندي ما جبتها، اللي هي شو اسمه يا وافي،